إسرائيل بدأت باستهداف وضرب قادة الفصائل المسلحة المقربة من إيران بعمليات خطيرة ومكثفة، وهذا الأمر أصبح واضحا مما جرى في 24 ساعة الماضية تحديدا في سوريا وفي الداخل اللبناني. كانت هنالك ضربة إسرائيلية في 24 ساعة الماضية تحدثت عنها وكالة سانا السورية بشكل رسمي بأن كان هنالك ضربة جوية طبعا من قبل الجانب الإسرائيلي، ومزيد من التفاصيل نشرت أيضا على المرصد السوري لحقوق الإنسان، وكانت هنالك لقطات من هذه الضربة التي جاءت في نقطة معينة في العاصمة السورية دمشق بهذا الشكل ظهر يوم أمس. كما تلاحظون التفاصيل التي نشرت عن هذه الضربة تحدثت بشكل واضح بأن هنالك نقطة معينة بين السيدة زينب، منطقة السيدة زينب وكذلك منطقة البحدلية هي التي كانت الهدف الأساسي لهذه الضربة، وبأن هذه المنطقة معروف عنها بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان هي من النقاط التابعة لحزب الله اللبناني والخاصة بحزب الله اللبناني في العاصمة السورية دمشق، وبأن كانت هنالك عربتين أو سيارتين كانت قد دخلت إلى تلك المنطقة، وبعد ذلك الجيش الإسرائيلي حلق وسلاح الجو الإسرائيلي حلق بسرعة ظهر يوم أمس ليقوموا بعملية الاستهداف تجاه هذه النقطة بصاروخين بحسب ما نشر بشكل رسمي، وكانت المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش العربي السوري تتصدى لهذا الهجوم الإسرائيلي، وتمكنوا فعلا من إسقاط صاروخ من الصواريخ الإسرائيلية التي يبدو بأنها كانت تريد مشاغلة المنظومات الدفاعية من أجل الوصول إلى النقطة وإلى الهدف الذي يبحثون عنه، وفعلا تمكن الصاروخ الإسرائيلي من الوصول إلى النقطة التي كان يستهدفها ودمر الموقع بالتمام والكمال. بل بالإضافة إلى ذلك كان هنالك انفجارا أيضا في المولدة الكهربائية وأيضا براميل المازوت الموجودة في تلك المنطقة، وقالوا بأن المنطقة تتواجد فيها كذلك مزارع تابعة لحزب الله اللبناني، وبالتالي من المفترض أن تكون هي منطقة مفتوحة وتأتي هذه النقطة وسطها من الاستهداف الذي جاء بحسب الوصف القادم من المرصد السوري لحقوق الإنسان. والتفاصيل الرسمية من المرصد السوري طبعا تحدث بأن هنالك عنصرين تابعين لحزب الله اللبناني هم الذين قتلوا في هذه الضربة، ولكن أيضا بعض التفاصيل القادمة من تصوير على الأرض لنقطة الضربة تحدثوا بأن هنالك أربع عناصر من عناصر حزب الله اللبناني هم الذين قتلوا في هذه الضربة. وبالتالي إذا ما ذهبنا إلى مقطع مصور لهذه المنطقة، ولكن قبل أن نذهب إلى النقطة المصورة يجب أن ننتبه بأن الإسرائيل رادار كانت قد تحدثت بأن هذه الضربة لها أهمية كبيرة لأنها جاءت في النهار تحديدا للجانب الإسرائيلي، وبأن لديهم معلومات استخبارية عن الهدف الذي استهدفوه وقاموا باستهدافه فعلا. إذا لنذهب الآن إلى النقطة المصورة والتصوير لهذا الموقع الذي ضرب بهذا الشكل، يوضح لك أن الدمار كبير للغاية. صاحب الفيديو الذي كان يصور كان يحاول أن يجد إذا ما كان هنالك عدد من الجرحى أو عدد من الناجين من هذه الضربة، ولكن لم يكن أحد طبعا يستجيب. بكل تأكيد ضربة كبيرة للغاية، وهذا المقطع وضح العديد من الزوايا لهذا الموقع. تلاحظ بأننا أولا أمام جدار إلى اليمين ومساحة مفتوحة، طبعا ليست هنالك مباني إلى جانب هذا المبنى، بالإضافة إلى ذلك أنك ستلاحظ بأن هنالك سقف قد هبط إلى هذه أو هبط على الأرض، وبالتالي هذا يوضح بأننا أمام قد نكون مدخل في الأحرى لهذه النقطة التي استهدفت. تلاحظ بأن هنالك طبعا مسبح واضح بهذا الاتجاه، وهذا هو الجدار الذي تحدثنا عنه، ليست هنالك مباني إلى اليمين كما هو واضح، وهذه هي النقطة التي تبدو من خلال هذه العلامات بأننا أمام فيلا واضحة جدا هي التي استهدفت، وهذا المسبح أصبح ويصبح واضحا بشكل أكبر من خلال هذه الصورة، إن لم يكن واضحا فهو أوضح هنا من هذه الصورة. والنقطة الأخرى والصورة الأخرى ظهرت عندما قام الشخص الذي يصور هذا المقطع بالدخول إلى هذا الممر، وهنالك طبعا فيلا أخرى أو مبنى آخر إلى الشمال، وعندما تحرك واضح جدا بأن مساحة مفتوحة إلى الخلف، أي ليست هنالك مباني في الخلف أيضا، وبعد ذلك التف إلى اليمين ليرى وينادي إذا ما كان أحد أو أحد الناجين موجودا أو على قيد الحياة في
هذه النقطة، ولكن طبعا لم يستجيب أحد، وقالوا بأن هنالك 4 من القتلى موجودين بحسب ما تحدث عنه المقطع. بالتالي بالاعتماد على هذه المعلومات، مع حقيقة أن النقطة بين السيدة زينب، منطقة السيدة زينب وكذلك البحدلية، لنتجه إلى تلك المنطقة لنحاول أن نتعرف بسرعة على هذه المنطقة، نحاول التوقف هنا طبعا. فهذه هي منطقة السيدة زينب كما ترونها، وهذه هي البحدلية، والمنطقة الوحيدة التي تتطابق مع ما نراه مع حديث أن هنالك مزارع وغيرها هي هذه المنطقة، حيث أن هنالك مسابح وفلل واضحة جدا في هذه المنطقة بالبحث البسيط إن بحثت طبعا على القمر الصناعي. وبالتالي دعونا نهبط إلى هذه المنطقة. بمجرد الهبوط فعلا ستجد بأن هنالك مسابحا موجودة في هذه المنطقة، فلل واضحة، والنقطة الوحيدة المتطابقة مع ما رأيناه وحددناه هي هذه النقطة تحديدا. دعونا نأخذ صورة واضحة لهذا الموقع أو لهذه النقطة ونتوقف هنا. ستلاحظ بأنك فعلا أمام جدار ومساحة مفتوحة، وستجد هنا السقف الذي هو كان حاضرا أو واضحا بأنه قد سقط على الأرض. بالتالي هذا هو، وهذه هي مدخل الفيلا، وهذا هو المسبح، وهذه هي الفيلا كما ترونها. وواضح أن المصور كان يصور بهذا الاتجاه، وبعد ذلك دخل باتجاه هذا الجناح الخاص أو الفيلا الأخرى طبعا التي تقدم بهذا الممر، وأصبح هذا طبعا أو هذه الفيلا الأخرى واضحة أو إلى الشمال بالنسبة لنا بالصورة التي رأيناها، وتقدم وبعد ذلك ظهرت هذه المساحة المفتوحة، وبعدها قام بالتصوير وينادي إذا ما كان أحد ناجي أو نجا من هذه الضربة الكبيرة الإسرائيلية بهذا الشكل. بالتالي كل شيء متطابق مع ما نراه، وبالتالي بمجرد النظر إلى هذا الموقع أنت تعرف ببساطة سيارتين دخلت إلى هذا الموقع، 4 قتلى. نحن نتحدث عن موقع مهم للغاية، وواضح جدا بأننا أمام شخصيات مهمة هي التي قتلت في هذه المنطقة. ليس هنالك تصريحات رسمية قادمة من الجانب السوري أو المرصد السوري لحقوق الإنسان أو غيرها، لكن المصادر السورية الداخلية المطلعة مثل المرصد يتحدث بأنها منطقة تابعة لحزب الله اللبناني، وهي منطقة واضح هي مهمة ومهمة للغاية. الخطر كبير في سوريا لسبب مهم للغاية، بأن إسرائيل الآن عندما تقوم بقصف هذه المنطقة وتقوم بقصف سوريا وتقوم بتحقيق مثل هذه الضربات، هي أساسا تغلق الأجواء في سوريا. فعلى سبيل المثال لدينا مطار دمشق وكذلك مطار حلب منذ 22 من أكتوبر، وهذه المطارات خارجة عن الخدمة تماما، لا تعمل أبدا، وهذه أطول مدة لهذه المطارات أن تكون مغلقة بهذا الشكل منذ عام 2011 حتى يومنا هذا، في تطور خطير للغاية. والمطار الوحيد الذي يعمل هو مطار اللاذقية، ومطار اللاذقية المشكلة بأنه مراقب بشكل كبير من قبل الجانب الإسرائيلي. باختصار هذا يعني بأن الفصائل المسلحة أو قياداتها أو غيرها هم غير قادرين على عملية مغادرة هذه المنطقة بالأجواء بطائرات الشحن أو غيرها عن طريق مطار دمشق أو مطار حلب، وبالتالي حركتهم عبارة عن حركة برية بالبر، وبالتالي هذا من الممكن أن يسهل عملية رصدهم طبعا واستهدافهم، وهذا قد يفسر الكثير مما رأيناه من الضربة طبعا التي نتحدث عنها. بالتالي الموقف والأجواء الآن في سوريا خطيرة وخطيرة للغاية، وأيضا في نفس الوقت أن الجانب الإسرائيلي وبشكل معلن وحتى حزب الله اللبناني قد تحدث عن هذه المسألة، الجيش الإسرائيلي قام بضربات خطيرة في الداخل اللبناني استهدفت فعلا شخصيات مهمة وقيادات مهمة. على سبيل المثال كان هنالك اغتيالا طبعا قد تم، وضربة كبيرة تمت، قتل فيها 4 أشخاص أو حتى أكثر في هذه النقطة تحديدا في الداخل اللبناني، ونتحدث هنا عن سراج محمد رعد. هذا الرجل وهذا الشخص الذي ترونه هو نجل محمد رعد، وهو رئيس كتلة حزب الله اللبناني في البرلمان اللبناني. بالإضافة إلى ذلك إلى أن أورورا إنتل كان قد أكد بأن هنالك قياديين في وحدة الرضوان، وهي وحدة وقوات النخبة في حزب الله اللبناني، قياديين 2 كانوا موجودين مع سراج محمد رعد وقد قتلا في هذه الضربة. وبالتالي أنت أمام قياديين هنا يقتلون في هذه الضربات، وهي ضربة كبيرة للغاية. بالإضافة إلى ذلك إلى أن نائب قائد كتائب القسام في حركة حماس وهو خليل حامد الخراز في لبنان
قامت إسرائيل باغتياله فعلا بضربة جاءت بهذا الشكل، وهو كان في هذه العربة وفي هذه السيارة التي ترونها، وكان معه أيضا ثلاثة أشخاص. وتحدثت إسرائيل ريدار أو إسرائيل ووروم التي ترونها هنا كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعطى الأوامر للموساد للقيام باغتيال جميع قادة حركة حماس أينما كانوا، إن كانوا في داخل غزة أو غيرها. وبالتالي كل هذه الأحداث التي نراها توضح تماما بأننا أمام عملية استهداف خطيرة للغاية تجاه رؤوس الفصائل المسلحة المقربة من إيران على مستوى الساحة السورية واللبنانية. وهذا يأتي على الرغم من أن أوسن ديفندر وغيرها من المصادر تحدثت أن هنالك هدنة تم الاتفاق على هذه الهدنة، ومن المفترض يوم غد صباح يوم غد نرى تطبيقا لهذه الهدنة والبدء بعملية تبادل الأسرى بين الجانب الإسرائيلي وكذلك بين جانب الفصائل الفلسطينية والجانب الإيراني. طبعا يحذر من مسألة الهدنة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، قال إن لم تستمر الهدنة فإن ظروف المنطقة ستتغير وستتسع رقعة الحرب. وهذا الرجل اليوم هو ذهب أساسا إلى لبنان وعاد من لبنان، وهو موجود أيضا في قطر، وبالتالي هو مطلع على الفصائل المسلحة وما الذي ممكن أن تفعله وطبيعة الخطط التي ممكن أن يطبقوها على الجانب الإسرائيلي في حالة أنه خرق الهدنة لأي سبب من الأسباب. لا بل إن ذا ناشونال كانت قد أكدت وقالت أن هنالك مؤشرات على أن إيران أبلغت جميع الفصائل في العراق ولبنان وسوريا واليمن بوقف العمليات عند بدء وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى. بالتالي كل شيء سيتوقف والمنطقة من المفترض أن تهدأ. لكن الكلام القادم في مسألة اتساع الحرب واتساع رقعة الحرب من وزير الخارجية الإيراني قد تعني الكثير، ليس فقط للجانب الإسرائيلي بل للجانب الأمريكي في نفس الوقت. لكن إسرائيل طبعا هي توقفت الآن وسط الطريق في شمال قطاع غزة بحسب آخر تحديث قد صدر من الوور مابر. ستلاحظ من طبيعة التقدم الإسرائيلي إلى شمال قطاع غزة ترى أنهم حققوا فعلا تقدما في هذه المنطقة في عمق مدينة غزة. تغلغل كبير يأتي باتجاه هذه المنطقة، وأيضا ترى بأنهم قد دخلوا إلى مخيم جباليا، بل بالفعل أن هنالك عملية اقتحام للمناطق والشوارع الفرعية، وأن هنالك حربا كبيرة والفصائل الفلسطينية طبعا تقاوم التقدم الإسرائيلي بشكل كبير. لكن هذا التقدم قد حدث فعلا، والجانب الإسرائيلي وصل أيضا إلى المستشفى الأندونيسي كما تلاحظون. وبدأت إسرائيل أيضا تستغل هذه المساحات المفتوحة من شمال قطاع غزة، طبعا تأتي باتجاه بيت حانون، وقد تقدموا بهذا الاتجاه، ومرشح أن يكون هنالك تقدم إسرائيلي كبير هنا بهذا الاتجاه لكي يهيئوا في عملية الإطباق على جباليا، ويفتحون طريقا أيضا في عملية السيطرة والتقدم على مدينة غزة. بالتالي الآن الهدنة عندما يتم تطبيقها جيش الإسرائيلي تقريبا متوقف بهذا الشكل، وعليه أن يكمل العملية تماما، وعليه أن يستمر في عمليته للداخل. وكذلك لديه خطط الجانب الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي لاقتحام أيضا جنوب قطاع غزة، وهذه قد تكون العملية الأخطر على الإطلاق. وبالتالي الأمر خطير، والحديث عن اتساع الحرب واتساع رقعة الحرب واضح جدا أن الأمور ممكن أن تشتعل في أي لحظة على الجانب الإسرائيلي وعلى التواجد الأمريكي في المنطقة. وواضح أن إسرائيل لا تتباطأ أبدا، وهي تزيد من عملياتها في استهداف القادة بشكل خطير.